بسم الله الرحمن الرحيم. تسر موقع إسلامينو أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار، آمين. إخوة الإيمان، خطبة هذه الجمعة فاصل بين سلسلة الخطب التي كنا بصددها في قصص القرآن الكريم. أيها الأحبة في الله، لقد قضت سنة الله عز وجل أن تبتلى النفوس في هذه الدنيا بالخير والشر والأمن والخوف والمنح والمحن والعطاء والمنع. قال ربنا جل جلاله: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اللهم اقبضنا إليك مؤمنين يا رب. سنة الله سبحانه وتعالى سائرة في هذا الكون على أن الإنسان يبتلى في نفسه ويبتلى في ماله ويبتلى في أهله وولده ويبتلى في رزقه. إنسان في هذه الحياة معرض للخير والشر، معرض للمنح والمحن، معرض أن الله عز وجل يعطيه وأن الله سبحانه وتعالى يمنعه، أن الله عز وجل يكرمه وأن الله عز وجل يقدر عليه رزقه ويضيق عليه. معرض الإنسان لهذه الابتلاءات. ربي سبحانه وتعالى تخبرنا في محكم التنزيل بأن كل نفس ذائقة الموت، تيقول لنا بعد ذلك: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لا تبلون في أموالكم وأنفسكم. آيات الله أيها الأحبة في الله، آيات الله وابتلاءاته يرسلها على عباده لحكم بالغة، إما إنذارا وتخويفا وإما تذكيرا وتنبيها، وإما ابتلاء واختبارا وإما تعذيبا وتنكيلا، وإما لحكم قد لا نعلمها يعلمها رب العزة سبحانه. آيات الله سبحانه وتعالى اسكثنت دي العباد، إما بشثني اسفاق أثني نبه ربي سبحانه وتعالى، إما بشثني ذكر جل جلاله أثني اسفاق زي الغفل أنسم، إما أثني السجد. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، كما تقول لنا ربي سبحانه وتعالى، إما من باب الابتلاء والامتحان، لأن الإنسان في هذه الحياة معرض لابتلاءات وامتحان. باغي ربي سبحانه وتعالى يمتحن العباد ويبتليهم، وإما من باب التعذيب ومن باب النكال. نسأل الله عز وجل ألا يعذبنا بذنوبنا. آيات الله سبحانه وتعالى لا تمنعها حدود جغرافية ولا تقوى عليها تحالفات دولية ولا إعدادات أو استعدادات أمنية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق
أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، سبحانه وبحمده لا يقع شيء في هذا الكون إلا بإذنه. وقد شاء رب العزة سبحانه أن ينذرنا وينبهنا ويذكرنا، ولو شاء أن يهلكنا لفعل. ربي ما بغاش يهلك هذه القرية وأهل هذه المدينة، إنما أراد أن يذكر وأن ينبه وأن يوقظ الغافل. سفقنغوة، لأن رحمته سبقت غضبه سبحانه في قنا. ونهار التاني اللي بقوا الناس خايفين وموجدين، شي مخلي باب الدار محلولة، شي بيت في السيارة، شي داير خيمة على برا، شي حل باب السطح باش يطلع للسطح، شي تيقلب في الانترنت كيفاش يهرب من الزلزال، تيقول لك تخبى تحت الطبلة ودخل تحت السداري وشوف شي حاجة تدرق من تحتها. هذه الأسباب كلها ربي سبحانه وتعالى في اليوم الثاني للناس بيت فايقة وما بغينش ينعسوا وخايفين، أغاثنا الغيث سبحانه. شن غدنزة ربي جل جلاله؟ فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. أهل الإيمان تعرفوا بأن هذا من الحق الذي هو من عند الله جل جلاله، فيزدادون إيمانا مع إيمانهم، ويزدادون يقينا مع يقينهم، ويزدادون ثباتا مع ثباتهم، ويزدادون طاعة وتقربا إلى الله جل جلاله. أما أهل الكفر وأهل العصيان وأهل النفاق والشقاق الذين في قلوبهم مرض، فحالهم كحال الماديين والملاحدة الذين لا يرون إلا الأسباب المادية البحتة. أما أن هذه نذر إلهية وحكم ربانية فهم عن هذا غافلون غائبون، بل معرضون، لا يرفعون بذلك رأسا ولا يلقون لها اعتبارا. في ليلة يوم الاثنين من هذا الأسبوع كلنا أحس وشعر، وما فيناش اللي ما حسش وما فاقش إلا القليل، أحس وشعر ورأى وشاهد بأم عينه زلزلة الأرض لثوان معدودة جعلت المدينة ومدن مجاورة ملياو حسيما والناظور تخرج عن بكرة أبيها إلى الشارع، والمساجد تعج بالمصلين في صلاة الفجر، في صلاة الفجر. نسأل الله لنا ولهم الثبات، اللهم آمين. والشوارع تمتلئ فيها الحركة كأنها ساعة من نهار، تمو بناثي وذان قواندي الشارع عشت غير ذاس، مع الفجر الناس تحرك، ما بقاش الفجر، ما بقاش الظلام، وما بقاش الشوارع خاوية، إنما كل شي فايق، والنساء عند الأبواب، والشباب في الشوارع والأزقة والأحياء، وبعض الأهالي في سياراتهم في أماكن لا بنيان فيها ولا عمران. كاين اللي خرج ولادو ومشى لشي شارع اللي ما كاينش عمارة، كاينش عمارة ما كاينش، يعني ما غيطيح عليه والو، ترك الديار وترك البنيان وترك كل شيء، لأنه أيقن 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 في هذه اللحظة أنه لن ينفعه شيء، لن ينفعه شيء من ذلك كله. نسأل الله السلامة والعافية. فهل هذا الذي حدث، هذا الشيء اللي وقع أيها الأحبة في الله، هل هو محض صدفة؟ ما الصدفة وها؟ أم أنه مجرد تموجات في القشرة الأرضية ينتج عنها تصادم وتضاغط بين طبقات الأرض فتتصدع
فتبحث لها عن منفذ أو مخرج، فتتسبب في هزات وفي زلزلات قد تكون ضعيفة، قد لا يشعر بها الناس، وقد تقوى بعض الشيء فيشعر بها كثير من الناس، وقد تكون هزات قوية مدمرة. نسأل الله السلامة والعافية. أم أن ذلك من الآيات والنذر التي أنذر الله عز وجل بها عباده؟ فهل من مدكر؟ هادشي اللي قاعد يالزلزلة اللي شعر بها معظم الناس وجل الناس، واش غي صدفة تقاد توقع؟ غتنفسر علميا بأن طبقات الأرض تتزعزع وتتحرك، الطبقة مع الطبقة تتضاغط، ومع شنو داك الشيء اللي كيعرفوه أهل الاختصاص، وتيوقع تصدعات وتشققات، تيوقع انضغاط أو ضغط داخل باطن الأرض، ثم تيولد عليه شي حركات وشي تموجات قد تكون أفقية وقد تكون عمودية وقد تكون دائرية أو ما إلى ذلك. ولهذا الشيء اللي يوقع من الآيات والنذر التي يرسل بها رب العزة سبحانه تخويفا كما أخبر في محكم التنزيل. كيف يفسر المؤمن هذه الهزة الأرضية، هذه الزلزلة؟ يخرج علينا في مثل هذه الحوادث وفي مثل هذه الظواهر الكونية فئام من الناس، بانوا واحد الفئة ديال الناس. في مثل هذه الوقائع تتبان أيضا العقليات وتتبان الفهامات ديال شي ناس، تيبانوا واحد الفئة ديال الناس لكي يحللوا الأمر تحليل علمي بناء على دراساتهم في علوم الحياة والأرض، بناء على الدراسات، وتيقول لك أن داشك شي اللي وقع راغي الطبقات ديال الأرض تيوقع فيها واحد النوع من الانضغاط الشديد، فتنزاح القشرة عن القشرة فتتوقع الزلزلة. صافي، هذا الشيء اللي وقع وراه من اللي تيوقع داك الشيء راه غترجع القشرة إلى حالها وإلى مكانها، وراه غتوقع هزة ارتدادية أخرى وكتنهز عاود. وفعلا أحيانا داك الشيء تيوقع وتيقولك راه تنهز عاود، ولكن رغي شوية راه تحركت الأرض مرة ثانية، رغي واحد شوية. وهذا أيضا من التفسير العلمي الذي يسلكه بعض الناس ولا عيب فيه، لأن غنهضروا المؤمن كيف ينظر إلى هذه الزلازل وكيف يفسرها. هذا ماشي عيب، ماشي عيب أن العلماء المتخصصون ديال الاختصاص يفسروا لنا ظاهرة واحد تفسير فيزيائي علمي، ماشي مشكل تماما. علاش؟ لأن احنا مأمورون شرعا بالنظر، في آيات الله والتدبر فيها، التدبر في الآيات الشرعية والنظر في الآيات الكونية. قل سيروا في الأرض فانظروا، نظر علم، نظر بحث، نظر تدقيق، نظر اكتشاف، نظر استخراج، نظر تحليل، نظر تجربة، نظر لغي يعطينا بعض الأمور لتتسمى بالحقائق العلمية وتبقى نسبية مهما بلغ، القول بأنها حقائق تبقى نظريات نسبية. كل ما يصل إليه العلم الحديث مبني على استنتاج الإنسان، والإنسان في اجتهاده وفي نظره وفي فكره قاصر قصور عقله وإدراكه، فمهما بلغ في الاكتشاف يبقى الأمر نسبيا. ونسبية هذه الأمور هي سر استمرارية هذه العلوم المادية البحتة. هذا الصنف الأول، وذي جنوع نيوذان إجان متخصصون إذا غدرس نتقن ظواهر الزلازل دراسة كونية علمية، وتيتبنى هذا المنهج وهذا النهج بعض الناس الماديين الطبيعيين الذين يردون الأمور كلها إلى الطبيعة، لتيقول كل شيء داك الشيء ديال الطبيعة، ما كاين لا إرادة إلهية ولا تشي حاجة. وهذا مبني على أصل إنكارهم لوجود الخالق جل جلاله.
إذ العقيدة عندهم أن لا إله والحياة مادة. هادو تيقول لك ما كاينش ربي، هاد الشراء ديال الكون وديال الطبيعة وراه الزلازل والفيضانات هادي غير تقلبات وتحولات فيزيائية وجيولوجيا، ما عندهاش شي علاقة مع شي إله ولا شي حاجة أخرى. هاد الشراء حنا غنبحثوا في العلم وغنقولوا لكم وغنفسروا لكم. أما تبقى تقول لي يا ربي وراه دار وراه حرك وراه فعل وراه كذا، خلينا من هاد الهضرة الخاوية على عقيدتهم وعلى معتقدهم. هذه الفئة الأولى من الناس، فئة الماديين الطبيعيين الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هاد الناس الدهريون اللي متعلقين بالماديات فقط، ما كاينش عالم إيماني، ما كاينش عالم غيبي، ما كاينش عالم ديال الآخرة. هاد الشي ما منوش، هاد الشي ما عندهمش هما تمام، تقوى غاسني تجي أصلا تماما. بل ها أن يفسروا ذلك بوجود فاعل خالق مدبر اللي هو ربي سبحانه وتعالى. ويسري على تفسير هؤلاء، تمشي مع هاد الناس للأسف الشديد بعض المثقفين، بعض الناس اللي هما ناس مثقفون على اختلاف تخصصاتهم، قدر يكون أستاذ لغة معينة، طبيب، مهندس، عنده شي تخصص في شي مجال أي كان، موظف، قارئ، عنده واحد المستوى معرفي، عنده واحد تكوين ثقافي، قدر يناقش، يقدر يهضر، يقدر يدير كلمة، يقدر يحل الأمور أوضاع اجتماعية سياسية، يهضر فيما هو اقتصادي، عنده تخصص في واحد المجال معين. وتتلقى للأسف الشديد هذه النخبة اللي قد كثر منهم الكثير في هذا العصر وفي هذا الزمان، الذين صاروا يتطاولون على شرع الله وعلى دين الله، ذور زعمن رنه السورن الدين. وللأسف الشديد وهؤلاء الذين قد كتب أبو حامد في إلجامهم إلجام العوام عن علم الكلام. العوام ماشي داك الشيء اللي السيد لأم، لا لا، سيد اللي ماشي متخصص، ماشي متخصص في مجال الشرع وفي مجال الدين. وتتلقاه يتطاول على بعض الأحكام وبعض النصوص، وتبغي يفسر وتبغي يرد على العلماء على المتخصصين على الجهابذة. هذه واحد الفئة من الناس للأسف الشديد أقول وبكل أسف، يجهلون يجهلون دينهم ويجهلون كتاب ربهم ويجهلون سنة نبيهم. هذا من الجهل، هذو ناس اللي جاهلين بالدين وجاهلين بالقرآن الكريم. ليس كل مثقف يفقه شرع الله ودين الله، ليس كل حامل شهادة يحق له أن يفسر أو يحلل في آيات الله وفي كتاب الله. جعلنا كتاب الله وسنة رسوله حما مستباحا. خلينا أي واحد يهضر في الدين وتهضر معاه تقول لي أودي اتق الله، راه هذا راه شرع، راه نصوص، راه آيات، راه أحاديث، يقول لك وما مش من حقنا احنا نعبرول، راه احنا نعبرو حتى احنا نفهموا. الله عز وجل عاطينا عقل، وراه عاطينا عقل وتفهم ونقراو ونجبدو ونستنبطو. أودي الله يهديك، أودي الله يهديك، راه هذا علم، راه هذا علم عنده أصول، راه هذا علم عنده قواعد، راه هذا علم عنده آليات، راه هذا علم الناس قضوا فيه سنوات من أعمارهم ولا زالوا يجهلون أمورا كثيرة. تجي قاري شوية ديال الحروف وعندك شهادة في واحد تخصص معين، وحتى أنا ندير عملية جراحية، وحتى الفقيه ديال الأوقات يدير عملية على القلب، وحتى المؤذن يديرين عملية ديال زراعة الأعضاء. يا مزيان كاع اللي تيفهم في شي حاجة يدخل في شي مجال آخر، إلا حنا ما تندخلوش مجالات اللي ماشي ديالنا، ورتا الآخرين ما خصهمش يدخلوا مجال اللي ماشي ديالهم. الحديث في كتاب الله أشد، إفساد الأديان أعظم من إفساد الأبدان. ودير عملية وانت ما قادش عليها وتسبب في واحد الضرر للإنسان، وراه الجرم أعظم وأنك تهضر في الدين وانت ما فاهمش، لأنك ستضل الناس، لأنك غتلف الناس وغتضيعهم. ولكن للأسف الشديد يجهل كثير من الناس هذا الأمر. هؤلاء قلت ماركة ثاني وذان،
على ثقافتهم وعلى ما يحملونه من شهادات أقول وأعيد وأكرر، يجهلون كتاب الله اللي قال لنا الله عز وجل فيه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا الصنف ثاني. الصنف الأول شفناه ناس اللي ما مأمنين لا رب ربي ولا بتمشي حاجة، تقول لك هادشي راه الأرض ذات وفعلت وكذا وما عندوش تحليل آخر وما تربطوليش بشي حاجة أخرى، هذا راه العلم وحنا خصنا نبحثوا هادشي بالعلم، ما تقوليش الآخرة والزلزال وكذا هادشي راه ما منوش وما كاينش. ومشاو مع هاد الناس هاد الفئة ديال المثقفين اللي تلقاه تيكتب ما قال وتيهضر حتى هو على الزلزال وتينتقد وتينتقص أي واعظ أو أي خطيب أو أي شيخ أو أي داعية دار شي إعلان باش يذكر الناس باش ينبه الناس باش يستغل هذا الموقف وهذا الحدث ليعظ الناس. أي واحد دار شي ما قال أو قال شي كلمة أو شي شيخ أو شي داعية أو شي فقيه دار شي كلمة توجيهية باش يقول الناس توبوا إلى ربكم وإلى بارئكم، تقول خلينا ما تضر الخاوية، ثم غتبقاو هكا متخلفين وجاهلين وما عارفينش وبدائيين وداكشي كله كتربطوه بالخرافات والخزعبلات والآخرة. خليك قراو العلم، راه الناس وصلوا ما عرفت فين وانتم مازال تقول لي راه ربي بغى يخوفنا وبغى يخلعنا وبغى كذا وبغى كذا وبغى كذا. هذا للأسف الشديد سمعناه ونسمعه وقرأناه ونقرأه، ولعل الكثير قد سمعه منكم. هذا اللي سمعوا بحال هاد التحليلات. زيد لي هذا الصنف، نزيدوا مع هاد الناس واحد صنف آخر اللي هما الهمج الرعاع رهجيج سمازيخت، أتباع كل ناعق، أتباع كل ناعق لما فهم التزفتة، لا علم لا معرفة لا فقه لا دين لا خلق لا حياء لا وعي لا ثقافة لا شهادة، والو والو ما عنده والو. وتحت له الفرصة، تحت له الفرصة هو يكتب في واحد الهامش ديال بعض المواقع الإعلامية، تيدر مقال وتتلقى واحد العادة تيكتبوا تحت مرة تحلل يجي تزوى يجي يغطر دوار مؤي وذن صفوغني وذن اسمي صفوغ مين دايس يهرش اتيرا بار يفوربو ماركني تيرا بار اخزامني تيرا واقش المقال تماني تيرا الصاوف بار يوندر انقرز الشي وتفذلن تسقني كان يروح غث مزيدا هاني تلقيت هو ذاك النهار نادو مش الجم وهربت هو وخف على راسه ومشى، ولكن من اللي موقع والو صافي ذو رزد عاود الشجاعة رجعت لي ديك الشجاعة وبدأ يهضر ويزعم على الدين ويقول لك انتو متى تقولوا شدش منش من زي اش منش يو مالك جلس بلاسك علاش هربتي يو جلس بلاسك مالك هارب يو قيم ممي ذيك تعيز تمار رقي ممي تركوا جلس فين خايف علاش هارب ياك غنموتو غنموتو وما كاين لا حساب لا والو يو موت يش تعيش ديت كافيس وها مين دات عش قدي ذو ذات مين دات عش قدي ذو ذات ها صلى الله السلام والعافية. هاد الناس ما عرفنا فين نديروهم، ما عرفنا واش الماديين الطبيعيين راه هادو بعدا بانوا لينا، هذا بعدا كيقول لك ما كاين لا ربي لا والو ما كاين لا اله لا حتى شي حاجه هادشي ديال الطبيعه ما عرفناش. انا عييت ما نقلب شي سميه لهاد النوع ما لقيت ما ندخلهم لا مع الماديين الطبيعيين ولا مع المثقفين، ما لقيت ما احسن ما نسميوهم الحماريين اللي ما فهم والو ما فهم حتى شي حاجه وتيهضر للاسف الشديد. هؤلاء الهمج الرعاع نسال الله عز وجل الا ياخذنا بذنوبهم، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، رغم اللي تنقول اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا راه تنقصدوا حتى هذا النوع ديال الناس، لان تصدر منهم تصرفات وافعال وكفريات واقوال اللي قد يهلكنا الله عز وجل بسببها. فاللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى
محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، الذي جاءنا بكتاب هو كالشمس في ضحاها، وبسنة هي كالقمر إذا تلاها، فمن عمل بهما كان كمن يمشي في ضوء النهار إذا جلاه، ومن زاغ عنهما كان كمن يمشي في ظلمة الليل إذا يغشاه. فاللهم لا تجعلنا ممن يزيغون عن سنة نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، اللهم آمين آمين آمين. إخوة الإيمان، إن المؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن والسنة منهجا ودستورا وشرعة وبيان. المؤمن بالله سبحانه وتعالى باش نعرفوا احنا كيفاش غنتعاملوا مع الزلزال، وقعت زلزالة. الإنسان المؤمن لا ينكر التفسير العلمي المادي القائم على البحث والدراسة لبيان أسباب حدوث الزلازل، وقلت إن ذلك أمر مأمور به شرعا، أننا نبحث في الظواهر الكونية ونقرأ هذا العالم المنظور اللي خلقوا لنا الله سبحانه وتعالى، هذا من الأمر الشرعي اللي احنا مأمورون به. احنا قد أمرنا الله عز وجل بذلك في أول ما أنزل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ الخلق وما خلق، قرأ المخلوقات، حيوانات، نبات، جبال، بحار، نجوم، أفلاك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، قرأ الخلق، قرأ الكون، قرأ العالم، خلق الإنسان، قرأ الإنسان والتكوين دياله والخلق دياله والتطور دياله، مش ديال القرد، التطور دياله كإنسان من نطفة، العلقة، المضغة، مخلقة، غير مخلقة، العظام، كسو العظام لحما، أنشأناه خلقا آخر. اقرأ، ترى هذا راه العلم اللي احنا مأمورون به، باش ما يقولش شي واحد راه قال لنا الخطيب ديال الجمعه راه خليكم داك العلم وداك الزلزاله وكذا، لا لا، والعلم حنا طالبينه وباغيينه باغيينه. ويا ليت يا ليت يا ليت هاد موالين الفهامات الخاويه اللي تيقول لك ثقيم مذير وضوها، ثقيم مذير وضوها، يري سقانا نغدني ثني جنحاش، نشي نذيب وجادين، نشي نذيب باجوه، نشي نقيم ذير وضوها، نشي نوانفهم شا شي صحاب روضوها، نشي نقا نغضي ندير وضو التيمم، وهاد يشك ميدان اختساقات شك، شي بعدا نكس ليك الشاوين ابو يكشاون، شنو صنعتي لينا انت، شنو اشنو اخترعتي لينا انت، شنو واشنو ابتكرتي لينا انت، شنو حنا بعدا راه تنقى واحد الخمسه ديال المرات وتنوقفوا بين يدي الله عز وجل وتنسجدوا ليه وتنعترفوا بالتقصير ديالنا، لا في المجال الشرعي ولا في المجال الكوني. وانت شنو درتي؟ الفهامات تخليك للتعليقات، تخليك للهضره الخاويه، يا سيدي حنا خلينا موالين للوضوح، حنا حنا هاد الناس اللي في الجمع ما تتفهم والو، تتعرف غير توضى وتصلي، ورينا انت فهمتك، ورينا انت الانتاج ديالك والابتكار ديالك. اه تتعاير الناس وتتعيب وانت ما داير والو، انت غير متقل الكره الارضيه، انت غير متقل صاحبي، وباقي الخلق همج رعاع وفي ايجادهم للناس حكمه، كما قال الشارع شاعر، كاين خلق لها مجرعا ولكن أوجدهم الله عز وجل لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، لحكمة بغاها ربي سبحانه وتعالى، بغى الله عز وجل هذه الكثرة لحكمة أرادها المولى جل جلاله. قلت التفسير العلمي لهذه الظواهر ولهذه الحوادث ولهذه الكوارث، سميها ما شئت، هذا أمر مطلوب شرعا، لكن العبد المؤمن بمقتضى إيمانه، بمقتضى إيمانه، مقتضى الإيمان دياله بالله سبحانه وتعالى، ونسى توجد يوذن سجاد تركور يوذن سجاد وخص نبط تنظيف ذرينس تيني من سجد شن الصدقة يمو شن خا يمو شن صلة الرحيم تيني شن الجنس قنا يا عورن ما ينسى وضع حغصر حغكو ماقى خمس سنين واكي السورق قد غقوا ذمثغ تاويت شاني جنين نساو ضضع الزواغ الوالدين نقاقض عغا كيس نزينها ومي مرشق. قل لي شي واحد مشى، قل شي واحد مشى يصلح مع جاره قد غي قوال يمه، غي قوال يمه لن تذيع وروه اذيعه هربوه. تاويت شاني جنين نس آره حد دفرانا
قال الشيخ فراند 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 قد غنقوا نمث أو دنا رقرم مدني مدن تيوتشني الجن إلا من رحم الله. لا نعمم لأن التعميمات في الأحكام دائما خطأ. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. أرى لنا شي واحد قال مع راسه وأنا راه كنت كنكذب وتنغش في البيع وفي الشراء ديالي وفي التجارة وما باقيش نغش. علاش؟ لأن رشت العربون وشت آية طلع عز وجل وكنت غنموت أنا ولادي، أنا ولادي وفي مكان واحد. أرى لنا شي واحد، أرى لنا شي واحد قال هالدراري اللي أنا كنشقى وكنسعى باش نجيب ليهم وتنغطس في الحرام راه كانوا غيمشيو. قد غك واضحا، قد غك واضحا. أو ذا الدور ربي سبحانه وتعالى، أجي نتوب لله سبحانه وتعالى، أجي نرجع لله عز وجل. أرى لنا شي واحد قال أجي هاد السيد اللي كنت ظالمه نعطيه حقه راه كنت غنموت. قد غك واضح مثغ. هذا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أما نهربوا أن سوجد قيضان، سوجد قيضان، خذ بالأسباب، فر من قدر الله إلى قدر الله. ولكن اعلم أنه سيأتي يوم لن تنفعك توقعات الأرصاد ولا الخيام. سيأتي يوم الزلزلة الذي قال فيه رب العزة إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل ترونها، ترونها يعني ما غيفلت منها حتى شي واحد، ترونها كلكم ما تشوفوها، تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كاين الناس اللي ما نعسش غد ليه ديني ودن وايطيس ويقارش وخفي كيبويس، خفي كيبويس. ايوا فاق فاق وجيه فاق مجعان الطوين وفاق صاحبي فاق واخا كيبويس مليح مليح. رمي واخا كيبويس واش جلستي مع راسك وراجعتي؟ واش جلستي وعاودتي الحسابات؟ واش رديتي الشريط شويه اللور؟ شنو كنتي تدير وشنو تدير وفين كنتي؟ مزيان انه واخا كيبويس مليح قال شي ناس واخا كيبويس ميمي باش تحاول توريقين حساب، حساب ضرب حسبه جديده وضرب حسبة جديدة. راه الزلزال ما خلاش الفقير ولا الغني، ما خلاش ذوي الدور ولا ذوي القصور، كل شيء يهرب وكل شيء يخاف. وفين الزعامة؟ وفين السلطة؟ وفين القوة؟ وفين الجاه؟ وفين المنصب؟ ما بقى نفع وان ولا الإنسان شنو؟ ذليل ذليل ذليل. يا ورث قبة النسوة هارب غيب جلبته أولاده، خلي كلش خلي كلش. علاش؟ هذا أمر الله سبحانه وتعالى. يقول رب العزة سبحانه ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. قرش غزات شحال كقبر نوم قوم لوط وقوم هود وقوم شعيب وقوم صالح شو رجعوا قوم فرعون قوم موسى. قال الله عز وجل ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. شوف يعني الله عز وجل رزق لهم الخيرات. ثم يقول فأهلكناهم بذنوبهم. فأهلكناهم بماذا يا رب؟ ولما يا رب؟ وبسبب ماذا؟ فأهلكناهم بذنوبه حتى يعلم الذي يجترئ ويتجرأ ويقول إن تحليل وتعليل هذا الزلزال بالمعاصي وبالذنوب هذا رغي التخربيق، فليعلم أن هذا مروقا من دين الله عز وجل وهذا كفر بآيات الله. لأن شي مرات الإنسان تبقى يهضر شي يهضر اللي ما فهم فيها والو. قذف الذنوب المعاصي كذا. لا 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 العلم 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 ميطوري نقاش العلم يتسمى العلامة العلم بورفهامة زعما العلم هو زعما ده هو العالم ديال المدينة العلم والعلم. أودي الله يهديك. احنا ما قلناش لا العلم غا يقولوا لنا قاش لقلنا ناس نسبونيا قا يمكن تعاود قاع يمكن التعاود. شتيني حنا هذا شتيني غنش
ما رنز ما سنيني يمكن تعاود ما غواجبو يمكن كنا تعاود الخو واش قالك شي واحد ما يمكنش تعاود غدا بعد غدا زعما هذا استنتاج زعما قيرومي وقزري قنص يمكن تعاود زعما مين تسخن زعما شنو اختارعو شنو لقاو ها يمكن تعاود ويمكن تعاود اي واحد قاري وما قاريش متخصص ولا غير متخصص يقولك بحال والو تعاود بحال والو بحال والو ماشي شي حاجه ماشي شي استنتاج قول لي شي واحد يقولك ها فوقاش غتوقع وهاش من ساعه بالضبط هاش من ساعة بالضبط اللي غيوقع الزلزال يقول شي واحد يحدد لك اش من ساعة ولذلك رب العزة سبحانه وتعالى يقول أفأمن أهل القرى شوف شوف شوفوا ورجع ياك الزلزال فوقاش مع 24 21 22 دقيقة بالفجر بساعة وشي حاجة يقول الله عز وجل أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون كل شيء ناس قال الله عز وجل قوى خفيث وعام جام أني غذاور أثينات أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون رب سبحانه وتعالى قدر ولطف قدر ولطف بنا جل جلاله أسأل الله عز وجل أن يحفظنا يقول رب العزة سبحانه باش نعرف بأن هذه الزلازل رافع لن طبقات التصدع والانضغاط نعم هذا التفسير العلمي المادي المحض الذي لا يستقيم في عقيدة المؤمن لأن المؤمن يؤمن أن لهذا الكون خالقا ربا مدبرا متصرفا هذا الشيء كله طبقات تحركت هزت درد وقع عليها مزيان هذه شنو هذه أسباب الزلزال أسألك من مسبب الأسباب ومن خالق الأسباب وشكون اللي خلى الطبقة مع الطبقة خلينا دابا بالطبق فعلا الزلزال فسروا لي قول لي الطبقة مع الطبقة وقع عليها وشنو اللي خلى ديك الطبقة مع الطبقة يوقع عليها من مسبب الأسباب ومن خالق الأسباب رب العزة سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل جل جلاله يقول رب العزة سبحانه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم شحال من فيضان شحال من جريحة طاحت على الناس شحال من مصيبة كحلع يقول الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم فسرها أجابوا الفهامات راح تدبوا الفهامات فهمان فهم لنا شنو هو العذاب اللي غيجينا من تحت أرجلنا تحت العذاب اللي غيجيك من تحت رجليك شنو كاين تحت رجليك شنو إيناي شي قضغضغ شنو اللي تحت رجليك الهجيج الجاهل وما تهضرش في شرع الله وفي دين الله أو من تحت أرجلكم اللي هو الخسف والزلازل نسأل الله أن يحفظنا ويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر يقول الله عز وجل انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون هذه الآيات غير باش الإنسان يتدبر وباش الإنسان يفيق ويعيق ويعرف بأن الكون كله بأمر الله وبيد الله يقلبه كيف يشاء وقد شاء رب العزة سبحانه وتعالى أن ينذرنا ويذكرنا ولطف بنا ورحمنا سبحانه راه الزلزال راه ماشي تفليه راه كاين زلازل اللي ماتوا فيها 500,000 واحد 600,000 واحد 30,000 واحد مدينة كاملة يجعل الله عز وجل عاليها سافلة مدينة كاملة مدينة كلها الله عز وجل يمهل ولا يهمل عاطل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إحنا ظالمين لأنفسنا ظالمين لأبنائنا ما تنربيهمش ظالمين لبناتنا ما تنقبلوهمش
ضامنين لنسائنا هاملينهم ما تنرقبوهمش. ظالمين، احنا ظالمين، ظالمين لانفسنا، ظالمين للناس، ظالمين لمن تحت ايدينا. الاستاذ ظالم التلامذ ديالو، الطبيب ظالم المرضى ديالو، المحامي ظالم الوكالة ديالو، الفقيه ظالم الناس اللي تصلي اموره، الخطيب ظالم الجماعه اللي تصلي معاه. ظالمين، ظالمين، مقصرون، مقصرون. التاجر ظالم الناس اللي تيشريو من عنده، الحرفي ظالم الناس اللي تيخدموا عنده. اي واحد، اي واحد الا هو ظالم، الا من رحم الله، الا من رحم الله. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالم، وهي ظالم. يقول الله عز وجل ان اخذه اليم شديد. صلى الله ان يلطف بنا. هذه رغي بعض الثواني، بعض الثواني، والله العظيم فعلت في الناس فعله. الناس مازال مخلوعه، الناس مازال ورغي. هذا النهار الناس اللي مزورن الحزيمة قاعدين برا عاو شي هزاها، كلشي على برا. هذه في هذا الصباح، غير الليل كلشي خدمة، كلشي راه مفرش على برا، باش نعرفوا بان الامر بيد الله، يقضي ما يشاء ويفعل ما يشاء. نسأله سبحانه أن يلطف بنا، فاللهم الطف بنا يا رب. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تعذبنا بذنوبنا، لا تعذبنا بذنوبنا، لا تعذبنا بذنوبنا. تجاوز عنا تقصيرنا يا رب، تجاوز عنا تقصيرنا يا رب، تجاوز عنا تقصيرنا يا رب. رد بنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم رد بنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم رد بنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم ارزقنا حلالا، اللهم ارزقنا حلالا، اللهم ارزقنا حلالا. أغننا بحلالك عن حرامك، قنعنا بما رزقتنا يا ربنا، قنعنا بما رزقتنا يا ربنا. أصلح أولادنا، أصلح أولادنا، احفظنا في بيوتنا، احفظنا في بيوتنا، بارك لنا فيما رزقتنا. أصلح ذات بيننا، أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اشغلنا بعيوبنا عن عيوب إخواننا. أدم علينا أمننا واستقرارنا يا ربنا، اللهم أدم علينا أمننا واستقرارنا يا ربنا، اللهم أدم علينا أمننا واستقرارنا يا ربنا. كاين الناس اللي كيقولوا أجا توقع، أجا ذنبذن، أجا. اتق الله، اتق الله، فإن الأمر جلل. نسأل الله أن يحفظنا، نسأل الله أن يحفظنا، نسأل الله أن يحفظنا. اللهم لا تؤاخذنا بما قال وما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما قال وما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما قال وما فعل السفهاء منا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يتعظون بما حدث، اللهم اجعلنا ممن يتعظون بما حدث، اللهم اجعلنا ممن يتعظون بما حدث، اللهم اجعلنا ممن يردون المظالم إلى أهلها، ممن يردون المظالم إلى أصحابها، اللهم اجعلنا ممن يردون المظالم إلى أصحابها. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. ملك البلاد محمد السادس، أريه اللهم الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فأنت الأعز الأكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.